بعد الثامنة صباحا بقليل وقعت الفاجعة في جماعة وديشبكة. قوة الاصطدام بين الحافلة والشاحن الصهريج أدت إلى اشتعال النيران ليقضي 31 شخصا حتفهم في الحال، أغلبهم أطفال. وترتفع الحصيلة بعد قضاء 2 في المستشفى متأثرين بجروحهما. جينا لهنا جبنا الماء وجبنا الكاميو وجبنا باش نشوفوا نطفيو، إلا لقينا ما نطفيو. وملي جينا لقينا الناس، لقينا شي 31 واحد مسكين تحرقوا، ومن بعد ناس اخرين راهم داو من طنطان. هادشي اللي كاين. السائق الثاني للحافلة كان نائما بداخلها وقت الحادثة. الرجل يقول ان اشتعال النيران وسط الحافلة زادت عديد ضحايا المأساة. النار انتقلت الشرب في ذاك الشوك، ذاك الشوك انتقلت النار من الكاميو، ديك الحمولة اللي هز ذاك الكاميو. العافية يعني ما جاتش في الجوانب ديال الفييكول، جات في الكولوار. بحال قلت بحال كتمثل واحد الفيلم، يعني جات مع الكولوار، يعني حتى الناس اللي بغات تهرب راه الباب محلول اوتوماتيكمون. ملي كيوقع المشكل كيكون واحد 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 الباب السكور، اي تجبدو كيتفتح الباب، الباب تفتح 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 لي انا. ملي كتعيط لي البنت عمي عمي عتقني عمي عمي، انا مدبز مع لان النار شعلت فيها، فهمت؟ ولكن الكولوار ما رحمناش. عمليات تحديد هويات الضحايا تجري على قدم وساق في مقابل استمرار التحقيق للكشف عن ملابسات هذه المصيبة. ولأن الرزق جلل، بعد التعزية جلالة الملك يتكفل بالضحايا. وعلى إثر هذا الحادث الصادم بعث جلالة الملك محمد السادس رسائل تعزية إلى أسر الضحايا، كما قرر التكفل شخصيا بلوازم نقل جثامين الضحايا ومآثم عزائهم وبعلاج المصابين. وبتعليمات من جلالته قام وفد رسمي يرأسه وزير الداخلية محمد حصاد بزيارة إلى مكان الحادث للوقوف على حيثياته، كما فتح تحقيق لمعرفة أسباب وقوع هذه الفاجعة.